بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى صحابته الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادة العلماء، سيدات العالمات، سادة الحجاج، السيدات الحاجات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دقت الآن ساعة الوداع وساعة التوديع. أمير المؤمنين جلالة الملك محمد بزاف، ما غاديش نسمحوا لشي واحد ما يدعيش لهنا مع أمير المؤمنين. أقول له علاش؟ باش تقولوا لي علاش؟ هو اللي هز الهم ديال هاد المهمة، هو اللي جمع الشتات ديالو. حنا يا ناس هو كيفكر في 40 مليون واحد، انا كنفكر غير في نفسي وفي المراه ديالي وفي ولادي، وهم كبير. هو 40 مليون وزياده بن كيفكر مليار ونص ديال المسلمين، هم خطير، هم كبير. ولكن ما تسمحوش شي واحد ما يدعيش تما مع امير المؤمنين جلال الناس باش يحفظ الله تعالى ووفقه. فإلا حفظ الله تعالى لنا وفقه لن توفقنا كامل، تحفظنا كامل، عدونا كامل. ولك هذا علم على كل حاجة، كل حاجة. باش غادي تبقى تودع معاه ولا تسامح معاه ما غاديش تبقى. لذلك اليوم هي مناسبة للتذكير والتفكير. ما يمكنش الإنسان غادي تمشي اليوم من هنا كتقول أنت أنا راني صافي مصفي مسالي. ولذلك أنا قلت لكم في الحصص السابقة في اللقاءات معكم، كنا نأتي لزيارتكم إلى الفئة الأخرى، قلت لكم عندكم تمشيو من هنا وانتم عندكم شي خصام مع شي واحد، ولا يكون عندك أدنى حاجة في قلبك من طرف شي واحد تطلب هدى المسامحة. وصلوا فين ما يكون خصك تمشي عندو انت. لا شك انك عندك العلاقة مع العائلة المحيط ديالك مع الناس ديالك، لا شك ان كاين الجيران ديالك، لا شك ان كاين الدوار ديالك، كاين الحي فين كنت ساكن ولا سكنتي فيه، لا شك انك عندك الاصدقاء ديالك، لا شك انك عندك ابناء ديال الاصدقاء ديالك، لان كاينهم اللي توفاهم الله لا باس باش تمشي غادي لهذوك وتزورهم. لا شك ان كاين الناس كتصرف معاهم الفلوس، هذا كيشري عليه هذا كيشري عليك. لا شك ان كاين الناس كيسالوا لك، لا شك ان الناس كتسالهم. اذا خصك ضروري هذه الامور هذه كلها تمشي، غادي توقف عليها، غادي دير واحد الكليش واحد الكوناش وتسجل هذه الامور. هذاك فلان كنت مخاصم معاه فين راح، هذاك فلان كان كيسالني فين راح. هنا عندك كريدي في الحانوت ولا عندك في حاجه خذيه، ما تمشيش تقول حتى نولي خذيه، مشي دي الديون ديالك باش تمشي من هنا ان شاء الله تعالى. ملي تقول بيك اللهم لبيك ماشي فلان يسالك ما غادي يديروش، فلان خاصم معاك ما تصارح حتى شي معاه. فهمتي كيفاش؟ فلان راه بقى منه خاطر ضروري تمشي، ماشي تستنى تسجل هنا اللائحه اش غادي تشري من تما. ماشي شي غادي تشري، ماشي غادي تمشي تسوق، غادي تمشي الحج ان شاء الله. هي واحد الركن اللي هو عظيم من اركان الاسلام، والنيه ديالو راه كتبدي من هنا. داك النهار قلت لكم راه حنايا الحجاج في كل بلد، وحنايا ولكن المغرب كان الحجاج كيحضروا واحد الوقت خاص